بدأ مشوار الفني وهو في سن 12 من عمره، كان طالبا متميز في المدرسة. هو ابن قرية المزرعة في الأصل، وأهله من قرية سحماتة المهجرة. درس في مدرسة ترشيحة موضوع الكيمياء والمختبرات، وعمل ممرضا في مستشفى الكرمل ومستشفى رمبم في حيفا 7 سنوات، وهو يعيش في مدينة حيفا. عام 1986 أسس فرقة ليالي الأنس الموسيقية، وترك مجال التمريض واحترف الفن. ثم درس في كلية الشريعة وعمل مرافعا شرعيا. هذا الفنان يقف على المسرح ويحيي الحفلات والأعراس ويطرب الناس ويزوج الشباب والشابات، وهو نفسه يقف في المحاكم الشرعية ليدافع عن الأزواج والزوجات. وهو متعدد المواهب وطموحه ليس له حدود، وأصبح اسمه يرقد أمامه. فنان أصيل غني عن التعريف، أطل على الناس في سنوات التسعينات ليحتل مكانة بارزة على الساحة الفنية بفضل خامات صوته واختياره لغناء كل الألوان. نتعرف على الإنسان المحامي الفنان الأب والزوج، يتحدث بكل صراحة عن مشواره الطويل وعن المحطات والعقبات التي مر بها وهي مليئة بالمفاجآت. عن تجربته الفنية والشخصية سيفتح قلبه لجمهوره في كل مكان هذه الليلة كما لم يكن في أي ليلة أخرى. أرحب بك حبيبي وصديقي أبو رياض الفنان المطرب كمال سليمان، أهلا وسهلا. ومعاه الفنان العازف حمادة عباسي، أهلا وسهلا فيكم. خلينا نبدأ بالطرب قبل الحوار. أنا بدي أقول لك يسعد مساك ومساء المشاهدين ومساء اللي حابين يشوفونا ومساء البرنامج العندليب، يا أحلى عندليب. الله يسعدك حبيبي. ومساء فضائية هلا اللي منعتز فيها ومنشكرها من أول البرنامج اللي بتفتح لنا هاي النافذة عشان نطلع على الجمهور الحبيب. الله يسعدك كلك دوك. تسلم. قبل الحوار والحديث خلينا نبلش شوي نطرب من الأول؟ بدك من الأول؟ من الأول من الأول من الأول. الفنان بيكون مليء يعني بحب. يلا تفضل. يا رب نبدأ منوخد بيات الدقا يا أحمد حمادة حبيبي. لو أدري لو إني أدري لو إني أدري لو أدري لو أدري لو إني أدري لو إني أدري لو أدري لو أدري لو إني أدري لو إني أدري لو أدري لو أدري لو إني أدري لو إني أدري لو أدري ما في عينيك من السحر لم أحبس قلبي في صدري غلبت غواك على أمري لو أدري لو إني أدري لو إني أدري لو أدري يا ليلا يورق أحلاما يا صبحا يزهر أنساما يا ليلا يورق أحلاما يا صبحا يزهر أنساما يا وطن الحب أيا سحري أفديك بقلبي أيا عمري خلصني من دنيا أسري لو أدري لو إني أدري لو إني أدري يا مفادي لو الأستاذ الكبير وديع الصافي. طبعا. وانت بشوفك انت كثير متمسك بأغانيه
العملاق وديع الصافي. يعني أنا تتلمذت وتربيت على مدرسة الوديعيات والجبليات وال يعني وديع مدرسة لا يستهان بها. وانت معروف عنك استاذ كمال انك بتجيد كل الالوان لما يعني تكون بالفرح بالعرس طبعا يعني المشاهدين والناس بيطلبوا عده انواع من الاغاني وكل الاغاني بتلبي طلبات. هاي الصفه المميزه لكل الفنانين الفلسطينيين اللي بنعتز فيهم كلهم. كل احترام. إيه اخ كمال، شو ابرز العقبات اللي واجهتك في بدايه مشوارك الفني؟ مشوار طويل، انت على المسرح صار لك 35 سنه. مزبوط. شو عقبات واجهتك ببدايه مشوارك الفني؟ بتعرف الفنان بيبدا حياته، يعني انا حسب رايي كل انسان فيه زاويه من زوايا الفن. البيت او العائله او المجتمع هو اللي بكبر له ناحيه الفن، او انه بيطمس وبيكبت الناحية الفنية اللي فيه. فأنا بصراحة بقول لك أنا اخترت منذ الصغر إنه أنا أجتهد عشان أطور موهبتي الغنائية، وأنا حسيت حالي منذ الصغر إنه أنا مدمن فن، مدمن موسيقى وغناء وكل ما يتعلق بالصوتيات. وحتى هقول لك منذ الصغر كنت حتى أتعامل في تجويد القرآن وأدرس تجويد قرآن من وأنا كان عمري 12 و13 سنة. السلام. فبتعرف مرت الأيام، ولما الطالب بيخلص صف 12 وبيخلص الثانوية بروح على الدراسات الجامعية، وأنا بالجامعة درست أكمل موضوع، فبقول لك يعني أهم شيء الشهادة. فيمكن يعني بصير في عنده مش نوع من أنواع الإهمال، أما بتصير أفضليته الأولى هو الحصول على الشهادة. ولما أنا تخرجت بالمرحلة الأولى أو الثانية، حتى لما أنا تخرجت حتى يعني المرحلة الأولى 84-85 كان في معي لقبين. فمن هذيك المرحلة أنا لقبين كنت يعني دارس موضوع الكيمياء وموضوع التمريض. فأنا اخترت بهاي المرحلة أنه أنا أتفرغ للحياة الفنية. وأنا كنت مقيم بحيفا، اشتغلت في التمريض 7 سنوات في مستشفى الكرنيل، أكثر من حوالي 11 سنة. 11 سنة. أها. وطب التمريض هي رسالة إنسانية طبعا، ورسالة مقدسة، وأديتها على أتم الأوجه. أما بصراحة بقول لك الفن شدني. يعني ما بتندم إنك تركت مهنة التمريض؟ لا بصراحة بقول لك ما بتندم، لأنه يعني ما بصير، بتعرف مهنة التمريض مهنة شاقة، مهنة صعبة أكيد. ومهنة فيها طبعا بدك تشتغل الصبح أو بعد الظهر أو بالليل والفن يعني بده عمل شاق. طب شو عمل الفن لإنسانيتك؟ الفنان بشكل عام يجب أن يتحلى بصفات الفن. صفات الفن، صفات النعومة، صفات الأخلاق، صفات الأدب، صفات المشاعر، كل هاي الصفات من أولها لآخرها ملائمة لشخص كمال سليمان. أنا إنسان مشاعري جدا. شو مميزات أو صفات أو مقومات الفنان الناجح؟ التواضع، وأن يكون عنده رسالة صادقة، وأن يتواضع للجمهور، وأن تكون رسالته الفنية الغنائية أو العزفية أو أي شيء بالفن، مش بس الغناء. هذا السؤال أنا كان لي لقاءين مع الأستاذ الكبير العملاق وديع الصافي، معلوم نفس الجواب أعطاني. قال لي نجاح الفنان بتعلق طبعا في الأخلاق والتواضع. تواضعه والأخلاق. أصل مين اللي بيعمل الفنان غير الجمهور؟ فأنت بدك تضلك متواضع للجمهور. الجمهور هو اللي عملك، الجمهور هو اللي نجمك، الجمهور هو اللي جابك على حفلاته، وأنت بدك تخدم هذا الجمهور، وبدك تقدم رسالة الفن بإخلاص. رسالة الفن إذا لم تنبع مش من القلب، من صميم القلب إلى هذه الحنجرة الحساسة، إلى اللسان، إلى الشفتين، وتطلع أكيد رح توصل للمستمع بإخلاص. بس بدنا نتكلم موضوع ثاني. أيوة، موضوع البرنامج اللي بدرت فيه أنت والفنان اللي منجله تحية حسام عبد الغني النوي. أيوة حسام عبد الغني. أيوة. لقاء الفن والفنانين. لقاء الفن والفنانين. مظبوط. جمعت الأحباب. أها. على المحبة وإيش تذكرها الأغنية؟
نحن الفنانين على الخير مجتمعين. طيب احنا الفنانين على الخير مجتمعين. هذا هذا كان رمز رمز الأغنية الجماعية اللي ضمت كل الفنانين. ضمتنا. طب ما كانش استمرارية لبرنامج ومشروع كبير من هالنوع أول مرة بصير بالوسط العربي، لقاء اللي بيجمع حوالي 800 فنان وفنانة في قاعة. مزبوط مزبوط. فهي كانت فكرتنا بشكل عام. طبعا فكرتي وفكرة أنا سؤالي ليش ما استمرش، ليش ما كانش استمرارية يعني أنا البرنامج الضخم. أنا بخبرك يعني أول شيء إنتاج البرنامج الضخم اللي كان زي هذا، هاللي ينتج ويعني يقام يعني لأول مرة في تاريخ البلاد. بتعرف الفنانين بيكونوا كل الصيف مشغولين، وبالشتاء أو بيكونوا نايمين أو بيكونوا يسجلوا أو بيكونوا، وقلما يلتقي يعني مجموعة فنانين مع بعض. بتلاقي يمكن اثنين فنانين كتير أصحاب بضل يلتقوا. بس إحنا حبينا إنه بفترة معينة خاصة فترة الشتاء نعمل حفل يجمع جميع الفنانين تحت قاعة واحدة، ونكرم بعض الفنانين اللي استقالوا من الفن أو اللي تقاعدوا من الفن. فكانت هاي المبادرة، والمبادرة لا شك إنه أعاننا عليها كثير من الأصدقاء الفنانين، وكثير من الأصدقاء المتبرعين، وكثير من رجال المجتمع، وكثير من المصورين ومن المنتجين ومن يعني وحتى من أصحاب القاعات. وكان لنا الشرف وأنتجنا هذا الإنتاج الضخم اللي هو كان اسمه لقاء الفن والفنانين. أنا أكون معك صريح، بس أنا ما بدي أتعمق أكثر بهذا الموضوع. كان أملنا في بعض الفنانين خاصة الكبار أكثر من هيك، أكثر من هيك. وأنا أقولها وأنا أعني معنى الكلمة، إحنا اجتمعنا عشان نصير كتلة واحدة، وعشان نعمل مشاريع للي أصغر مننا، ويضل هذا المشوار بالتواصل، لأنه إحنا ما لحقنا. إحنا كرمنا 12-13 فنان، ما لحقنا نكرم كثير من الفنانين. بصراحة بقول لك أنا واحد الناس اللي أنا تعبت وبذلت مجهود حوالي شهر ونص حتى تركت مكتبي، تركت كل أشغالي وأعمالي وتفضيت لإنتاج هذا البرنامج. وأنا ما بنكر مجهود ولا أي فنان ساعدنا بهذا الإنتاج، وأنت كنت من أولهم طبعا. أكيد أكيد. وإحنا منقدر كمان مجهودك اللي أنت كنت من أول الداعمين. أما هذا واجب، ليش ليش هذا واجب وبسعدني وبشرفني أتعامل معك. إسلام. أنا بوجه نداء من فضائية هلا لكل الفنانين، يا ريت لو هاي بتكون الكاميرا قدامك، هاي الكاميرا وجه نداء لكل الفنانين، لو بيكون فيه كمان مبادرة يجتمعوا كل الفنانين بدون أي مصلحة خاصة، بدون أي مصلحة تخص شخص معين أو مجموعة أو مجموعة معينة، ومش تحت إطار حتى معين، إطار يضم الفنانين جميعا لكي ننتج كمان لقاء الفن والفنانين، ويكون على مدار السنة، ويكون فيه تعاون من كل الفنانين كبارا وصغارا. هذا اللي بدي أقوله. هل أنت راضي عن وضع الفن في البلاد؟ لا طبعا لا، مش راضي. شو اللي مش راضي عنه بالضبط يعني؟ في عنا طاقات غنائية، في عنا طاقات عزف، في عنا طاقات لكتاب كلمة، في عنا طاقات، في عنا أصوات رائعة، في عنا أصوات رهيبة. عالمية تضاهي الأصوات العالمية. بالعكس مستوى الفن عنا يعني إذا شفت إذا بدنا برنامج أرب آيدل المشتركين الفلسطينية كانت أحلى أصوات. طبعا طبعا طبعا. وراء الكواليس أنغام يعني أحلام قالت إنه إذا بدنا نرفع المستوى لمستوى الفنانين الفلسطينيين إحنا في مشكلة. 100%. إحنا في مشكلة. ولكن ماذا ينقصنا؟ ينقصنا شرك إنتاج، وينقصنا الاتحاد والتعاون. إيه ينقصنا برضو حسب رأيك إقامة جمعية ونقابة فنانين. يعني اللي أنا اللي ما بقول نقابة ساعد الفنانين، أنا بقول وتحصل حقوقهم. نقابة فنانين أنا بحطها بعلامة سؤال. نقابة الفنانين بدها تكون مؤسسة. إذا بدها تكون مؤسسة بدها تكون تابعة للدولة. إذا بدها تكون تابعة للدولة أنا ما بظن إنه الدولة بتحب ترفع مصلحة الفنان الفلسطيني المحلي. مش هذا اللي بقصده. أنا بقصد إنه لازم يكون في عنا شرك إنتاج ضخمة كبيرة هل ينتجوا أعمال للفنانين المحليين، ونصير نتعامل أكثر بالأغاني المحلية تبعتنا، لأنه هل عم بوصلنا من العالم العربي غزارة الغناء اللي عم بوصلنا من العالم العربي، وغزارة الألحان الهابطة اللي عم توصلنا من العالم العربي.
احنا مستوانا ارقى. انا بعرف انك في الحفلات بطلب منك اغاني هابطه وانت ما بترفض. وانا ما بغنيها ترفض طبعا رفضا طبعا انك طبعا ما وانا بعرف ولا غنويه هابطه. وانا بعرف عن قرب. في عنا انتاج, في عنا فرق, في صار في عنا فرق كبيره, في عنا فرق صغيره, في عنا فنانين مستواها يرتقي الى العالميه. اكيد اكيد اكيد. طيب نعود الى الطرب والفن الاصيل يا حماده, نعود الى الطرب والفن الاصيل والمطرب الكبير تسلم. كمال سليمان حبيبي تسلم تسلم. نرجع عنا كريز شوي, جاي على بالي هيك شوي عنا كريز. يا باي يا باي فخلص العمر يا ابو فادي, ما بقى من العمر اكثر ما بضل. ومن قول يا من يوم من يومين كنا صغار لملم صدى حكايات خلف الدار. من يوم من يومين كنا صغار لملم صدى حكايات خلف الدار. مدري حلم مدري شغف وتعين صرنا يا قلبي آخر المشوار. عكل مفرق ليل بيسافر القمر يبعت معه حكايات وهموم وصور صور. عكل مفرق ليل بيسافر القمر يبعت معه حكايات وهموم وصور بعد ما عمر أسيل وغناني الهوى تا يسعدوا العشاء تا يسعدوا العشاء ويطول ويطول ويطول. مسنون وفارقت أرمي دماغي بيغيب من عمري سني. كل ما العريش يبكي تعنى يدغى بتروح الدني بتبقى ديني. كل ما سنون وفارقت أرمي دماغي سني. كل ما العريش يبكي تعنى يدغى بتروح الدني بتبقى الدني. وبعدك يا قلبي تبعت مراسي وتجروح مواوي. حيرتني بحالي سهرتني ليالي ليالي. حيرتني بحالي سهرتني حيرتني بحالي سهرتني ليالي 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 ليالي.
حيرتني بحالي سهرتني ليالي ليالي حيرتني بحالي سهرتني ليالي 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 حاجي بقى حب وشاق درب الغوى نسينا ما شاء الله أنت مغني أو مطرب رائع جداً. تسلم تسلم. لماذا لم تبحث عن الانتشار العالمي في الدول العربية؟ والله الحمد لله يا أبو فادي ما قصرنا. أولاً كان عندي عدة نشاطات للجاليات الفلسطينية أو الجاليات العربية في أوروبا. أحييت بأوروبا أكثر من 27 مهرجان في أوروبا. في أوروبا. من بداية من النمسا لإيطاليا لسويسرا للجاليات العربية الموجودة هناك الجاليات العربية وخاصة الفلسطينية كان التواصل أغلبه مع الجاليات الفلسطينية وما بنسى مجهود الشباب الفلسطينيين والجاليات الفلسطينية خاصة في ألمانيا اللي هني من عندهم من ألمانيا من ميونخ ومن شتوتغارت ومن فوبرتال ومن ماينز ومن برلين ومن بون ومن دورتموند ومن هناك بلش الانتشار لباقي الدول الأوروبية. بكندا كان إلي الحظ زرت كندا 14 مرة وبال 14 مرة أعمل جولات حفلات. بأمريكا الحمد لله كمان الجاليات العربية 6 جولات ما خليناش ولاية في أمريكا إلا كنا فيها. كان إلي الشرف إنه أشارك في أكبر وأعظم المهرجانات في دولة المغرب ما شاء الله. في المملكة المغربية. فشاركت في مهرجان إبداع الأغنية العربية في الدار البيضاء شاركت في مهرجان فاس شاركنا في مهرجان طنجة شاركنا في مهرجان موازين مهرجان موازين معروف عنه من أكبر المهرجانات العربية العالمية تونس الحبيب كان إلنا كمان شاركنا مهرجان صفاقس شاركنا مهرجان قرطاج شاركنا مهرجان مسرح المدينة وطبعا كان في إلنا مشاركتين في دار الأوبرا في القاهرة في مصر الحبيبي طبعا طبعا في الأردن وعمان كان في إلنا عشرات الأعمال بل مئات الأعمال والحمد لله ما قصرنا إن شاء الله يا ربي إنه الله يفتح لنا كمان بوابات عشان نطلع على الجمهورنا في العالم العربي أما بهمنا إنه إحنا نوطد الجذور الفلسطينية الأصيلة هون كل احترام هل الموهبة وحدها تكفي بأن يكون مطرب ناجح أم الحظ يلعب دور هنا في نجاح الفنان لأنه مثلا المطرب الشادية قدموا لها أغنية كده برضو يا أمر طبعا ورفضتها مين أخذها هاني شاكر وكانت بداية نجاحه وانطلاقه طبعا من هاي الأغنية طبعا إشي تاني المطربة أصالة يوسف بنوجه لها تحية طبعا أغنية ردي شعراتك نجحت نجاح باهر طبعا هي مش الأولى لإلها يعني كان في إلها هي مش لإلها طبعا بس هي رددتها جددتها كان في لها نجاحات قبل طبعا نحييها توزيع جديد بنحييها بنودي لها أحلى تحية طبعا فهنا الحظ بيلعب دور يعني فأغنية ردي شعراتك حتى بجوز بطلبوها منك بالعرس ممكن طبعا ممكن طبعا فنجاح الأغنية برضو الحظ هنا له دور في نجاح المطرب طبعا لازم المطرب يكون ذكي جدا ويختار شو الأغنية أو الأغاني اللي بيختارها هل الحظ لعب مع كمال السلمان؟ بدي أحكي لك شغلة يا أبو فادي طبعاً والجمهور الحبيب لازم يسمع الحظ في إله مساره والموهبة في إلها مسارها الفنان هو عبارة عن شخصية لازم تكون مسقولة لازم تكون مسقولة شخصيا يعني لازم يكون في إله هاللي بنقول عنها كاريزما يعني شخصية مؤثرة كاريزما لازم يكون شخصية ذات موهبة ولازم يكون شخصية ذكاء وحنكة وحضور وبالرغم من كل هذا الموضوع لا يكفي شخصية الكاريزما هاي أو الشخصية المؤثرة والموهبة لازم يسقلها بالفن
يعني أنا بجيب لك مثال بسيط، كل الدنيا بتحب الرياضة، كل الدنيا بتحب الفوتبول وكرة القدم، هل يكفي إنه لاعب كرة القدم يكون عنده بس موهبة؟ ولا بخدوه على تمارين، بخدوه على تدريبات، بخدوه على تدريسات، بخدوه بدرسوا له هندسي وبدرسوا كذا وبدرسوا، مزبوطة ولا لا؟ أكيد ثقافة. فكم كيف بالفن، كيف بالفن الذي لم نستقي منه إلا الملعقة الصغيرة جدا، وهو بحار ومحيطات الفن والموسيقى والغناء، بحور ومحيطات من العلم. يعني أنا بجيب لك مثال بسيط، كيف لفنان أن يصعد على خشبة المسرح وهو لم يدرس مخارج الحروف مثلا؟ يعطي حقوق الحروف المفخمة والحروف المرققة والحروف المنغمة والحروف غير المنغمة وحروف الارتكاز وحروف المد. بس اسمح لي، في ناس عندهم موهبة من الله سبحانه وتعالى، يعني هاي الموهبة لا يكفي، لا يكفي. حتى مثلا أم كلثوم، أيوة أم كلثوم كانت دارسة موسيقى، كانت دارسة موسيقى، كانت علامة في الموسيقى، درست على يد المشايخ وعلى يد أكبر موسيقيين. كيف لموسيقى، كيف لمطرب أن يصعد على خشبة المسرح وهو لا يدري يغني دو ولا يغني ري ولا يغني مي ولا يغني فا؟ كيف لمطرب أن يصعد على المسرح وهو لا يدري ماذا يغني على أي مقام؟ أكيد. مقام البيات أم مقام الرست أم مقام النهوند أم مقام العجم؟ وحتى إضافة إلى معلومات الجمهور، أنت تعلم أخي سامي، أنت فنان وأنت فنان أصيل، أنت تعلم حتى طريقة غناء المقام تختلف من مقام إلى آخر. يعني طريقة غناء العجم ليست كطريقة غناء البيات، وطريقة غناء البيات ليست كطريقة غناء النهوند، وطريقة غناء النهوند ليست كطريقة غناء الصبا. فيجب أن يجب أن يرافق الموهبة والكاريزما، أكيد. يجب أن يرافقها العلم والدراسة والعزف. وأنا بنصح الشباب الصغار المطربين الجداد، ادرسوا موسيقى، أكيد. تعلموا اعزفوا على آلة، ادرسوا سولفيج، ادرسوا الفن، ادرسوا المقامات. الموسيقى الشرقية بحر، بحر من العلوم. بتأمل إني جوابتك مزبوط. إذا بطلب منك تغني أغنية ترد شعراتك بتغنيها؟ بغنيها، ليش لا؟ أضرب. بغنيها، ليش لا؟ يعني إحنا بنحب نقدم للجمهور. بحب إنه الجمهور يعني يستغل طلة أو النافذة اللي بطلع عليها كمال سليمان، منها كمال سليمان لأمور أتقل من رد شعراتك. فرد شعراتك، رد شعراتك، رد رد، بنخليها للحفلات. أما بهاي النافذة بدنا نهتم ننطي الجمهور أتقل من طيب رد شعراتك. إحنا خلينا نحكي شوية عن شو رصيدك من الأغاني المحلية الخاصة لإلك. 54. والله 54. فجأتني 54 أغنية محلية لكمال سليمان، منها 16 أغنية ملتزمة. واو، 16 أغنية ملتزمة. ومن الأغاني الملتزمة يمكن 6 أو 7 من تأليفي وألحاني أنا. يا سلام. طبعاً. يا سلام. طبعاً. والله 54 أغنية. في عندي ألبومين كاملات، ألبومين كاملات، ألبوم أغاني خاصة. أغاني سلام. أغاني خاصة. في النوية اللي بعرفش شو اسمها، قلبي هواكي. قلبي بهواكي. ومش ناسي هواكي. طبعاً. ومش ناسي الغرام. من كلمات وألحان الفنان القدير المبدع علاء عزام، الرجل تحية كبيرة. معلوم. علاء عزام. معلوم. لحنها عجم. توزيع عميد خوري، الفنان عميد خوري. وزعها الفنان العظيم عميد خوري. حبيبنا بنوجه لهم تحية. بنوجه لهم تحية. يا ريت تسمعنا منها مقطع. عجم فايا. قلبي بهواكي، مش ناسي غواكي. قلبي بهواكي، مش ناسي غواكي. مهما جفتي، مهما بعدتي، مهما جفتي، مهما بعدتي، مهما الليالي
تكحل سماكي قلبي بيغواكي مش ناسي رواكي قلبي بيغواكي مش ناسي رواكي مهما جفيتي مهما مهما بعدتي مهما مهما جفيتي مهما مهما بعدتي مهما مهما الليالي تكحل سماكي. أغنية رائعة جدا. طبعا طبعا أغنية هاي الأغنية خاصة طبعاً للفنان كمال سليمان طبعاً طبعاً من ألحان يعني وكلمات يعني علاء الفنان عزام. الفنان القدير المطرب المبدع الملحن الأستاذ علاء عزام يعني كمال صوتك صافي زي زيت الزيتون. تسلم تسلم أنا من قرية مهجرة يعني تشتهر بزيت الزيتون سحماتة 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 وين هاي القرية؟ قرية في الجليل الأعلى قرية في الجليل الأعلى بجانب قرية البقيعة الحبيبة وبجانب قرية كفر سميع وبتطلوع وانت طالع على حرفيش فأصل أهلي من قرية سحماتة وأنا ولدت وترعرعت في قرية ترشيحة ولاحقا أهلي طبعا انتقلوا إلى قرية المزرعة الحبيبة اللي أنا بحبها وبهواها وبحب أهلها أنا كمل وبعدين طبعا لما انتقلت للدراسة بجامعة حيفا استقريت بحيفا وأنا إلي سنين عديدة مستقر بحيفا حيفا العراقة حيفا الأصالة حيفا الفلسطينية حيفا غسان كنفاني حيفا سميح القاسم وحيفا محمود درويش حيفا العراقة حيفا أبة عباس حيفا بكنايسها بمساجدها بوادي النسناس بساحة الحناطير بكل بدير مار الياس بكل العراقة وبكل الطيابة أعتز وأفتخر بمدينة حيفا بجميع المدن والقرى الفلسطينية. أنا بتذكرك وأنت شاب بدايتك. بعدني شاب. كنا بعدك شاب أكيد أكيد. كنا حفلة كنا حفلة في المزرعة. أها. آه أنا والمطرب أحمد مدنية. مزبوط. بنوجه له تحية. أحمد مدنية. حبيب القلب. آه. بكان حفلة. مطرب العريق أحمد الله. مدنية. أكيد أكيد. بكان حفلة بالمزرعة. وقالوا لنا في عنا مطرب بده يشارك فكمل النوية مزبوط فدعاك مزبوط. المطرب أحمد مدني دعاك طبعاً على المسرح طبعاً وأبدعت تسلم وانت بدايتك أكيد ما أبدعت زي الفنان أحمد مدني يعني الله أستاذنا سلمك. الكبير الله يحميه ويطول بعمره الله أنتوا اثنين كبار وما الله شاء الله عليكم تسلم شكراً شكراً جزيلاً ونوجه تحية لكل الفنانين في البلاد والمطربين الله يرضى عليك تسلم حبيبي هاي المنصة للفنانين احنا هاي هي هذا هو احنا بندعم هذا برنامج عندليب وهاي قناة هلا الفضائية اللي احنا بنعتز فيها اللي عم تفتح النافذة للناس عشان يشوفونا على حقيقتنا وعلى طبيعتنا ونطل على هذا الجمهور أكيد الحبيب أكيد أكيد الله يديم لنا هالقناة الفضائية ويكتر البرامج الفنية ويخلي لنا اياك يا رب تسلم استاذ كمال بتشجع اولادك خذوا نفس المجال والله انا اولادي كلهم فنانين كلهم فنانين يا ريت لو تعطينا فكرة يعني عن رياض رياض ابني الكبير ما شاء الله درس إخراج ودرس سينما ودرس تمثيل ورياض اليوم ما شاء الله ممثل أفلام ما شاء الله ومثل 12-13 فيلم عالمي يعني إحنا عم نجري هذا اللقاء وهو عم بمثل فيلم بالوقت الحاضر بوادي رام بالأردن وقبل فترة خلص كم تصوير فيلم بفرنسا ويعني عمل عدة أفلام قبل فترة بسيطة كمان برضو يعني هو اختار فن من نوع آخر من نوع آخر برضو بالفن ابني ربيع بدرس بألمانيا بتخاوز لحدا منهم بتحب مين بتحب أكثر واحد فيهم بحب أكثر واحد فيهم الثلاثة ثلاثة كل احترام أكثر واحد فيهم الثلاثة كل احترام فكلهم درسوا موسيقى كلهم درسوا فن ربيع درس أورجو درس درامز والوقت الحاضر حتى مختص في بناء البرامج تبعت التسجيل والاستوديوهات والصوتيات وهي الشغلات واحمد الصغير 14 سنه له 8 سنين بدرس بيانو بالوقت الحاضر بدرس قانون عنكود صغير كيف عمره 14 سنه ما شاء الله ما شاء الله ايش بدك اقول لك لو بدك تقدم لاولادك نصيحه للثلاث اولاد تقدمهم نصيحه عبر البرنامج برنامج العندليب شو بتقدم لهم نصيحه لاولادك الثلاثه حبوا عملكم واخلصوا حبوا الناس وتواضعوا كل احترام حبوا عملكم واخلصوا له وحبوا الناس وتواضعوا كل احترام هذا هو
انت انسان عظيم. تسلم حبيبي. حبيبي سامي، هاي كلمه بقولها قدام الناس وقدام الجمهور وتحسب علي. مهما بلغت، مهما الانسان بلغ، انا سبق انت قلت انك انت يعني عملت مقابله مع الفنان وديع الصافي. او اكيد اكيد انا الفنان وديع الصافي قابلته 4 مرات، وكان لي الشرف انه انا اقدم له حفله وانا اكتب كلمه عنه، ورفقته مده 4 ايام في طابا، وسالته كثير من الاسئله. ما لقيت قديش هو، انا ما كنت اقول عنه فنان ولا مطرب، كنت اقول عنه جبل من لبنان يغني، جبل من لبنان يغني. ما لقيت اوضع من هذا الانسان واطيب منه، والناس حبته لانه يعني قريب. بقول انا المطربين والفنانين يتعلموا من اخلاقه وتواضعه. معلوم يعني معلوم. قعدت معه تشعر يعني طبعا قاعد قدام عملاق. واقول لك كمان شغله يا سامي، والحكي للجمهور الحبيب، انا يمكن قابلت من مطربين العالم العربي يمكن 30 أو 40، قمه التواضع والاخلاق والاعلام اللي فيهم. يعني احنا وصباح فخري قعدنا مره اسبوع كامل في الفندق في مصر مهرجان الاوبرا، اسبوع كامل كان ينزل يقعد معنا بالبجامة، شوف كلامه مزلط. شوف نصائحه. قعدنا مع لطفي بوشناق، قعدنا مع صابر الرباعي، قعدنا مع وليد توفيق، قعدنا مع الياس كرم، قعدنا مع ملحم زين، قعدنا مع كاظم الساهر، قعدنا مع انغام، ما شاء الله. قعدنا مع مين انا مطربين مصر من الكبار للصغار، من علي الحجار هاني شاكر، يعني الاستاذ الفنان المتواضع، طلبنا منه ان نروح نحضر حفلته، بيطلب مننا انه بس تخلص وصلته ما نغادر عشان يجي يقعد معنا على الطاولة. احترام يعني. فالفنان برجع بقول لك كمان مرة، الفنان ملك الجمهور، ما في عنده اي سبب للكبر، خليك متواضع. في فنانين متكبرين بتعرف. مليان مليان مليان. والنجم النجم قفل مهما سطع ابدا. رصيدك بهاي الدنيا ليس المال ولا الملك، رصيدك حب الناس واحترام الناس لإلك واحترامك بالأول للناس. طيب خلينا هسا ننتقل شوي، تركنا مجال المحاماة من شوي نتطرق للموضوع هذا. هناك من يقول أنه يوجد تناقض بين عملك المزدوج كمطرب في الليل ومحامي شرعي في النهار. طبعا بالنهار انت بالليل الحفلات وبالنهار في المحاكم الشرعيه. ايوه. في ناس بيقولوا الفنان كمال سليمان بيجوز بالليل وبطلق بالنهار. شو ردك عليهم؟ انا بعدني قبل شوي لما قلت لي شو النصيحه بتوجهها لاولادك، قلت لك يحبوا العمل. ليش بتحب العمل؟ عشان من وراء العمل لازم يكون في رساله. من وراء العمل لازم يكون في رساله. أكيد أكيد. إذا من وراء العمل ما بده يكون في رسالة، هذا العمل بيكون هباء منثورا، هباء منثورا. أنا زوجتي مرافعة شرعية قبلي، وأنا حبيت الموضوع، حبيت الموضوع. تحية برضو تسلم للمحامية عرين توقان. عرين توقان سليمان، تحياتي. تسلم. وبعرف أنك أنت وياها في مكتب واحد مع بعض. إحنا عندنا مكتب محاماة كبير بضم 4 محامية، إحنا مختصين بالأمور الشرعية. هذا موضوع المرافعة الشرعية فيه رسالة أكثر ما يكون فيه مهني، فيه رسالة أكثر ما يكون فيه مهني. يعني لما أنا أخبرك وأخبر الجمهور الحبيب إنه نسبة الطلاق تقرب إلى 30%، حوالي 27%، فأنت بتشعر بينك وبين نفسك إنك لازم تأدي رسالة، بلكي قدرت تساعد هاي الأزواج. فإحنا شو عملنا؟ إحنا غير المرافعات الشرعية وغير دراسة الشريعة والقوانين، قوانين الأحوال الشخصية، احنا عملنا دبلومه بالتنميه البشريه، واختصينا بالتنميه الاسريه. واحنا صرنا، انا صار لي 3-4 سنين بعمل على مشروع، يا ريت لو الجمهور يعني يسمعني وياخذ نصيحتي بالنسبه لهذا الموضوع. صار لي 3-4 سنوات بعمل مشروع اللي اسمه الارشاد الاسري، والارشاد الاسري الخاص بالازواج. وانا اصريت انه انا استمر واحب هاي الصنعه واحب هاي الشغله. وانا ما رحت للمحاماه المدنيه، انا رحت خصوصا للمحاماه الشرعيه. انا بحب هذا الموضوع، بحب الشرع والشريعه. انا انسان الحمد لله رب العالمين، الله انعم علي وفضل علي.
لقيت من واجبي بالإرشاد الأسري أنا برافق الأزواج بوقت الفرح وبشوفهم كيف هم خاطبين عم يبنوا هذا البرج أو عم يبنوا هذا مشروع الزواج، عم يبنوا البيت، عم يبنوا اللحمة بين الزوج والزوجة. وبتألم جدا لما أشوف الهرم اللي عم يبنوه نهار. هاللي أهل العريس إلهم يحضروا له سنة سنتين وأهل العروس إلهم يحضروا سنة سنتين عم ينهار. فأنا عم بختار موضوع الإرشاد الأسري عشان نرشد الأزواج كيف يقدموا على الحياة الزوجية. طيب ما هي مشاكل الأزواج والطلاقات اليوم؟ هل هي نابعة عن عدم وعي وإدراك ممكن للأزواج؟ هاي هي بالأول في زواج اسمه زواج تقليدي، في زواج اسمه زواج اجتماعي، في زواج اسمه زواج مصالح. الزواج يجب أن يكون بقناعة، والزواج يجب أن يعتمد على ثلاث أعمدة. الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكينة والمودة والرحمة. وأنا بشتغل بهذا الموضوع على إرشاد الأزواج الشابة قبل الزواج وفي وقت الخطبة وعند الزواج. حتى أقول لك كمان شغلي يا أخي سامي للجمهور الحبيب، في عنا برنامج خارطة الطريق بعد الطلاق. طيب كم نسبة الحالات التي استطعت فيها أن توفق وتصلح في حالات تكون طلاق مؤكد وانت أصلحت بينهم؟ عندي يعني إحصاء مهم من جداً. شهر 5 2017 لشهر 6 2018، يعني سنة وشهر، رجعت 16 زوج. يا سلام. وبحكي لك في أزواج اللي جايين على المحكمة طلقوا 99%، بالـ1% رجعتهم. وأنا بتوجه من خلال هاي الشاشة الحبيبي، من خلال هاي النافذة، من خلال هاي الفضائية، فضائية هلا اللي بنعتز فيها كلنا، للجمهور الحبيب توجهوا للإرشاد الأسري، توجهوا للمرافع الشرعي بمشاكل الأزواج اللي بيعرف الله، مش اللي بده يتعامل مع الملف كرقم. هاي حالتكم الاجتماعية، هاي حالتكم العائلية، هاي زوجتك، هذا زوجك، هدول أولادكم. حسب رأيك لكل مشكلة في لها حل؟ في لها حل، في حتى لو مشكلة صعبة اللي بالي بالك يعني، حتى لو المشكلة صعبة. وأنا هقول كلمة إحصاء على الشاشة اللي يمكن تخوفك وتخوف وتفاجئك وتفاجئ الناس وأنا عند كلمتي. ويسألوا جميع المحامين وجميع المرافعين الشرعيين في المحاكم الشرعية، ويسألوا جميع القضاة الأفاضل، 70 أو 75% من حالات الطلاق هي أسباب تافهة جدا تافهة، وبس 20 أو 25% هاللي هي يعني فيها الطلاق كيف بقولوا بحق. كل إذا المرأة والزلم بيشتغل، يعني إذا المرأة بتشتغل وبتجيب معاش أيوة والزلم بيشتغل أيوة، هل هاي نقمة ولا نعمة؟ هاي نعمة. نعمة، هاي نعمة، لأنه الفراغ أكبر عدو قاتل للإنسان. هي نعمة إنها بتساعد جوزها بالمصاريف. لا مش بس هيك، مش بس عشان بتساعد جوزها، مش بس هيك عم بتساعد. بس مرات بتصير مشاكل ونزاعات وخلافات على الموضوع هذا. أقول لك شغلي يا أخ سامي، يا ريت أنا بطلب منك من خلال هالفضائية، فضائية هلا، يا ريت نعمل، نبقى شي يوم من الأيام محاضرة. أنا برجع بقول لك مرة، مش مرافعات شرعية، إرشاد أسري. أنا بعمل محاضرات، ممكن أعمل محاضرة لـ500 شخص، ممكن ما أعمل محاضرة لـ2. عندي بروجكت كامل شيء اسمه إرشاد أسري، كيف ترشد الأزواج. أنا عندي إحصائيات، إحنا بالمجتمع العربي الشرقي نهتم في بناء المنزل ولا نهتم في بناء الأسرة، نهتم في بناء الحجر ولا نهتم في بناء البشر. والخطيب والخطيبة وقت الخطبة بكونوا مضغوطين وبكونوا عصبيين وبكونوا منزعجين وبدي يخلصوا البيت وبدي يخلصوا الدهان وبدي يخلصوا الأتات وبدي يخلصوا كذا، ومنبني 200 و250 و300 متر، وحلقة التواصل بين الخطيب والخطيبة وبين العريس والعروس مكسورة. والله عمرك ضربت موال وانت ترافع في المحكمة؟ لا احترم محاكمنا الشرعية، وقر محاكمنا الشرعية،
أوقر القضاء الفاضل. هذا يعني أنا بس بحب أقول لك لكل اللي بيقولوا إنه كمال سليمان بناقد نفسه، أنا مهنتي صار لي 35 سنة أتعامل بالفن وبأدي بالفن رسالة. بس بحب أحكي هيك، في ناس بيحكوا طبعا في ناس أقوله. أنا ما بهمني بكلام الناس، أنا كلام نبي يقدم الذي يقدم ولا يأخر كلام الناس يعني، وغيرة مش أكتر. طيب. مش أكتر. أنا بهمني أنه من خلال مهنة المرافعة أقدم رسالتي. طيب نحكي عن المحامية عرين توكان. أنت عرين توكان سليمان. سليمان أكيد أكيد. أيوة. أنت الأصل توكان طبعا. توكان آه. أنت تعرفت عليها لما كانت تتعلم في كلية الشريعة في أم الفحم. مزبوط. وهناك مزبوط. بدأ المشوار. يعني كانت معرفة عن طريق العائلة طبعا. من هناك بدأ. طبعا اليوم هي بتعمل دكتوراه في جامعة النجاح. هي أعتقد إنها برضو بتحاضر اليوم هناك. بتحاضر في أم الفحم. إحنا بنقابة المرافعين الشرعيين بنعمل دورة للمرافعات الشرعية، بتحاضر في كلية القاسمة، بتحاضر في كلية كفر برا. كل احترام. هي اللي شجعتك أخود هاي المهنة من المحاماة الشرعية. هي اللي شجعتني وأنا شجعتها وأنا شجعت نفسي وهي شجعت حالها وإحنا شجعنا بعض. حلو. كيف شعورك وانت أنت وياها بنفس المكتب يعني؟ كيف عندنا مكتب كبير وكل كل واحد عنده ملفاته وكل واحد عنده قضايا وكل واحد إحنا عندنا مكتب محاماة كبير يعني قلت لك يعني يقسم إلى قسمين محاماة مدنية ومحاماة شرعية. فالحمد لله الله موفقنا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب أحكينا كثير، خلينا نرجع للطرب. نعود إلى الطرب. نعود إلى الطرب. طيب مش أي طرب. نعود إلى الطرب. ما في أحلى من الفن والطرب. أتحفنا أستاذ كمال. أتحفنا يا حمادة. بإيش لك تحفنا يا حمادة؟ هات نشوف. أنا بقول يا حمادة أنطينا شو رأيك تعطينا يا حمادة؟ أعطينا نهواندري يا حمادة. أعطينا نهواندي يا حبيبي. أشكو الغرام وأنت عني غافل، أشكو الغرام، أشكو الغرام وأنت عني غافل، ويجد بي وجدي وطرفك نازل. يا بدر يا بدر كم لاحت عليك نواظر، يا غصن كم ناحت عليك بلابل. البدر يكمل كل شهر مرة، وهلال وجهك كل يوم كامل، كل يوم كامل. قتل النفوس محرم لكنه حل إذا كان الحبيب الفاعل. أرضى فيغضب قاتلي فتعجب، يرضى القتيل وليس يرضى القاتل. من هواه يا من هواه وعزه وذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني. فوصلتني حتى ملكت حشاشتي، ورجعت من بعد الوصال هجرتني.
أنت الذي حلفتني وحلفتني وحلفت أنك لن تخون فخنتني وحلفت أنك لن تميل مع الهوى. أين اليمين؟ أين اليمين؟ أين اليمين؟ أين اليمين؟ أين اليمين؟ وأين ما عاهدتني لأقعدن على الطريق وأشتكي كشب مظلوم وأنت ظلمتني ولأدعين عليك في غسق الدجى يبليك ربي مثل ما أبليتني. الله الله الله. إيه بدي أطلب منك في تعرف أنا مدير عام مهرجان الأغنية العربية في البلاد. طبعا طبعا. بتخرجوا من عندي كل سنة فنانين كبار اللي بيسطع صيتهم في البلاد وخارج البلاد والقائمة طويلة. مثلا تخرجوا من عندي هاي السنة صبية قريب راح تسمع صوت راح تكون عندي في البرنامج اسمها دينا حمود من جديد المكر. تخرج عندي شاب صغير وجد مناع. مزبوط سمعت عنه. سمعت عنه. محمد نصراوي برضو مجلك روم. في حميد محسن من جات. هاي أصوات صغيرة كمان. حميد محسن سمعت عنه. فنان بعزف على ما أظن بعزف على العود وبغني أداءه جدا رائع جدا. مزبوط. وكل هاي الأسماء أخذت مراتب أولى عندي ما شاء الله. بدي منك كمال سليمان توجه لهم تحية كيف يكملوا مسيرتهم الفنية عشان ينجحوا ووصلوا. وجه لهم نصيحة لهذه الأسماء الحلوة. طبعا اليوم انك تصير نجم اللي بدي يفكر حاله بدي يصير نجم بس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الفيسبوك او عن طريق الواتساب او عن طريق الانستغرام او عن... هذا ما بينفع. ما بينفع اكيد. ما بينفع لانه بالاخر لا يصح الا الصحيح. بالاخر اللي بيقرر انك انت نجم ولا لا هو وقفتك المباشره مع الناس على المسرح. يعني فيش شيء اسمه اشهر حالك في الكوة. ابدا. لا ابدا. الشغل الصحيح البناء الصحيح بناء قاعدة فنية علمية موهبتية مع شخصية. في مثل بقول بالتنمية البشرية فكر دهرا واعمل شهرا. بدك تفكير مزبوط. ما بيصير اليوم انا بدي احقق حلمي بخلال سنة سنتين ثلاثة. ولازم تعرف النجم اللي بده يلمع أوام أوام بده يقفل. النجم الموهبي اللي بده يطلع بده يؤدي رسالة فنية. أخ سامي حتى أنا مش بس بحكي على الفن وعلى العزف وعلى الموسيقى، حتى بالنحت، حتى بالرسم، حتى بالهندسة، حتى بالأركيتكتورة، كل ما يتعلق بالفن، كل ما يتعلق بالمسرح، بالفن، بالتمثيل، بالإبداع، إذا ما بني درجة درجة بالآخر بدي يهبط. يجب أن تكون قاعدة فنية متينة. وأنا برجع بشدد على هاي النقطة، لا تكفي الموهبة، يجب صقل الموهبة بالعلم بالدراسة. بالعلم وبالدراسة. وقفتك على المسرح وتقديم العمل الصحيح المخلص يجب أن يصل بإخلاص إلى الجمهور. طيب بنوجه لهم تحية لحبايبي اللي شاركوا عندي. طبعا في شاركوا عندي بديش اظلم اللي تخرج من عندي. دلال ابو امنه ما شاء الله عنها. عندها ما شاء الله عنها. اول خريج من مهرجان العربيه. نفتخر 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 المطربه الفلسطينيه العالميه دلال ابو امنه هي من خريج المهرجان. ما شاء الله عنها. ريهام حمادي تخرج من عندنا نفتخر ونعتز فيها. كنت انا وياها بعده حفلات لها. ريهام اصاله يوسف تخرج من نفس المهرجان ما شاء الله. بنوجه لهم تحيه للجميع. طويل القائمه. بنوجه لهم تحيه للجميع. نعتز بكل فنان وفنانه فلسطينيه وان شاء الله يا رب نتمنى انه هدول إن الشباب الفلسطينيين الصغار اذا احنا وصلنا وحققنا قسم من احلامنا ومن اهدافنا رح نوصل العالميه ان شاء الله. يا رب يا رب اتمنى وارجو من الله ان يوفقهم. ولكن
ولكن تعاملوا بهذه المهنة بإخلاص تام، حبوا الناس وتواضعوا، تواضعوا الأخلاق زي ما كان وديع الصابر. طبعا طبعا طبعا، دائما التعالي يحطم. طبعا طبعا، شو بدك تعالى يا حبيبي؟ عليش عشو بدك تتعالى لما انت بدك تقعد تسمع فريد الأطرش، وبدك تقعد تسمع أسمهان، وبدك تقعد تسمع مادة عبد الوهاب؟ كلنا بنوك العدس، كلنا بنوك العدس. لا يعني شو بدك كيف بدك تقول عن حالك فنان لا بدك تسمع هذول العمالقة؟ والله كيف بدك تقول عن حالك؟ مرات تخجل تقول عن حالك، بتقول لك أنا بعدني بأول مشوار الدراسي، بأول مشوار الفن. لما انت عم تتعامل مع هؤلاء، مع الأهرامات، جبال الفن، مناطيد الفن، لك تجربة غناء دويتو مع المطربة مريم توكان، وانت الأم من ألحان الفنان مرسي بيادسي. مزبوط، كانت أغنية لعيد الأم. لعيد الأم صح، مزبوط. دويتو أنت مع المطربة مريم توكان، لك تجارب ثانية يعني؟ الحقيقة لا. لا لا، كان في إلي قبل تجربة مع مريم توكان، كان في إلي تجربة مع فنانة رقيقة اليوم هي اختارت طريق آخر، ومنحترمها منوجه لها، سلمى خشبون. قدمت أنا وياها مرة برنامج عرفزيون، وكان في إلنا دويتو مع بعض، غنينا أغنية لها عرفزيون بسنة 2001 أو 2002 على ما أظن. اليوم طبعا سلمى خشبون اختارت، طبعا سافرت لأمريكا وتجوزت من فنان مصري عظيم، بنوجه لها تحية لسلمى ولفريال. اليوم سلمى دكتورة بعلم النفس، ما شاء الله. بيحل أن يكون واحد فنان مطرب بمرافقة مين فنان؟ دلال أبو آمني، الفنان دلال أبو آمني، دكتورة بعلم الدماغ. دماغ ما شاء الله، يعني فن معلوم معلوم. والأهم شيء الفن والأخلاق، أهم شيء هاي الفن والأخلاق بالمرتبة الأولى، هاي أهم شيء. في عندك فكرة إنك أو ناوي تعمل أخرى تجربة بدويته مع فنان أو فنان؟ والله إذا بصح لنا إن شاء الله مش رحين نأخر. طيب إذا بصح لنا طبعا تلاؤم بالصوت وتلاؤم بال... ثلاث أسماء مطربين محليين اللي بتطرب لما تسمعهم. طبعا يعني في عندي حبيبي وأستاذي ومعلمي الفنان القدير العملاق مصطفى دحلي، هاي واحد، أبو وسام. الفنانة القديرة العريقة فيوليت سلامي، هلا. يعني أنا اخترتهم لأنهم كبار قدرا وكبار فنا، ما تحرجني أكثر من هيك. أوكي. ومن هون بوجه تحياتي لكبار الفنانين، نازل 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 لأصغر الفنانين. أحترم جميع الفنانين وأحترم زملائي، وأتمنى النجاح للجميع، وأتمنى الرزق للجميع، وأتمنى التوفيق والإبداع والتألق والإنتاج المستمر للجميع والنجاح. طبعا قرب البرنامج انت طلع السعفوك. بدنا نختمها بأغنية حلوة عذوكك انت. بدي أقول لك قلبي سعيد وياك يا حياتي. ماشي. قلبي سعيد. خليني دقيق سؤال، بدي منك آخر كلمة قبل أغنية توجهها لمجتمعنا، للمجتمع. آخر كلمة للمجتمع، كلمة لكمال سليمان نوجهها للمجتمع العربي. عم تحرجني شوي بس بس, بس 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 طلب حلو مليح. بأخو كمان سؤال اللي بدي أسألك إياه كما يخلص البرنامج، مليح الفنان يعلن أنه بده ينتخب أو مع أي حزب هو بالانتخابات؟ الفنان ملك الجمهور وليس ملك حزب. الفنان ملك الجمهور وليس مسيس. يعني لو أسألك انتخبت انت مين تقول؟ أنا انتخبت كل الدنيا، أنا انتخبت الفن. أنا انتخبت الفن. الفنان الفنان لا يجب أن يكون مسيس. الفنان الفنان ملك الجمهور. عطتني الجواب. طبعا الفنان ليس سياسيا. الفنان فنان حساس ذات مشاعر رقيقة وأخلاق ورسالة فنية. يعني ممنوع أو مش محبذ أنه أبداً يحكي عن ميوله يحسب السياسية. يحسب بكفي أنه الفنان يكون وطني فلسطيني يحافظ على جذوره الوطنية. هاي أهم شغلي، هاي أهم شغلي. أغنية حلوة في النهاية على ذوكك. الله يرضى عليك. بس بعدك ما وجهت شيء. رسالتي للجمهور الحبيب وللمجتمع، لا ترضوا على المسرح بالفن الهابط، ولا ترضوا بمن يقدم، ولا ترضوا بمن يقدم الفن الهابط. نحن الشعب الفلسطيني، شعب الجدارة، شعب العراقة، شعب الأصالة، شعب اللغة العربية،
شعب محمود درويش، شعب سميح القاسم، شعب غسان كنفاني، شعب الأدباء والشعراء، شعب المطربين والفنانين، لا نرضى بالفن الهابط. قلبي سعيد وياك يا حياتي، وياك ويا حياتي، قلبي سعيد فرحان فرحت قلبي تهنى، أيوة تهنى في يوم العيد. قلبي سعيد وياك يا حياتي، وياك يا حياتي، قلبي سعيد فرحان فرحت قلبي تهنى، أيوة تهنى في يوم العيد. سامي عبد القادر ومن طاقم البرنامج كل التحية والتقدير، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من حلقات العندليب إن شاء الله. حبك خلى الكون في عينيا أجمل عيني.